السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أمية مجدي، مدرسة الصف الثاني الإعدادي تحت إشراف أستاذ صبري محمود. النهاردة عندنا أول درس من دروس النحو، وهو المعرب والمبني. درس المعرب والمبني من الدروس الهامة جدا اللي بتنفعنا في الإعراب في كل المراحل الدراسية. المعرب والمبني. أولاً هنبدأ بالتعريف كلمة المعرب، وهي تغيير آخر الكلمة بتغير موقعها في الجملة، أي أن الكلمة المعربة يتغير شكل آخرها أو يتغير تشكيلها بتغير موقعها الإعرابي، مثل محمد طالب متفوق، أو إن محمداً طالب متفوق، ذهبت مع محمد. لو ركزنا في الأمثلة هلاقي إن كلمة محمد جاءت على ثلاثة أشكال، محمد ومحمدا ومحمد. ده التغيير، إن الكلمة يتغير شكل آخرها. لذلك كلمة محمد هي كلمة معربة. أما البناء هو ثبات ما لم يتغير آخره بتغير موقعه في الجملة، يعني الكلمة ثابتة مهما تغير إعرابها وموقعها في الإعراب هنجد أن الكلمة ثابتة، مثل هذا طالب متفوق، أو إن هذا الطالب متفوق، أو ذهبت مع هذا الطالب. لو ركزنا مع كلمة هذا هجد أن الكلمة هذا سواء كانت مبتدأ أو اسم إن أو مضاف إليه هلاقي إن الكلمة في كل حالتها الإعرابية ثابتة، هذا هذا هذا. المبني من الأفعال. الأفعال الماضية والأمر دائما مبنية، أما الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد يبنى، أي أن الفعل المضارع في أحواله الباقية معرب، أما عند اتصاله بنون النسوة أو نون التوكيد يكون مبنيا. الفعل الماضي دائما مبني والفعل الأمر دائما مبني. علامات بناء الفعل الماضي. إمتى أقدر أقول إن الفعل الماضي مبني على الفتح، وإمتى أقول إن الفعل الماضي مبني على السكون أو مبني على الضم؟ هنبدأ نعرف أحوال بناء الفعل الماضي. أولاً يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا لم يتصل به أي ضمير، أو إذا اتصل به ألف الاثنين أو تاء التأنيث، يبقى ثلاث حالات يبنى فيهم الفعل الماضي على الفتح. عندما يتصل به ألف الاثنين أو تاء التأنيث وإذا لم يتصل به أي ضمير. مثال على ذلك، كتب الطالب الدرس، كتب فعل ماض مبني على الفتح، كتب الدرس، أو الطالبان كتب الدرس. هنا الفعل الماضي مبني على الفتح لاتصاله بألف الاثنين. كتبت الطالبة الدرس، اتصال الفعل بتاء التأنيث يجعل الفعل مبني على الفتح. تاني حالة من علامات بناء الفعل الماضي هو بناء الفعل الماضي على الضم. يبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصل به واو الجماعة. مثال، الجنود انتصروا في المعركة. انتصروا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. ثالث حالة وآخر حالة من بناء الفعل الماضي هي بناء الفعل الماضي على السكون. يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل أو نا الفاعلين أو نون النسوة. أمثلة، لعبت الكرة، أو لعبنا الكرة، أو الفتيات لعبن الكرة. في الثلاث أمثلة هجد أن الفعل مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل أو نا الفاعلين أو نون النسوة.
ثانياً علامات بناء الفعل للأمر. الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. أول حالة من علامات بناء الفعل الأمر هي بناء الفعل الأمر على السكون. يبنى الفعل الأمر على السكون إذا كان الفعل صحيح الآخر مثل اذهب واقرأ واعلم. تاني حالة من حالات بناء الفعل الأمر على السكون هي إذا اتصلت به نون النسوة مثل اكتبنا واعلمنا وساعدنا. تاني حالة من بناء الفعل الأمر هي بناء الفعل الأمر على الفتح، وفي هذه الحالة إذا اتصلت به نون التوكيد مثل اعلمنا وساعدنا. حالة من بناء الفعل الأمر هي بناء الفعل الأمر على حذف حرف العلة، وهذا يحدث إذا كان الفعل الأمر معتل الآخر مثل اسعى واقضي وانجو. نحذف حرف العلة ونضع بدلا منه تشكيل يساوي الحرف المحذوف، يعني عند حذف حرف الألف نضع الفتحة على الحرف الذي يسبقه، عند حذف حرف الياء نضع كسرة على الحرف الذي يسبقه، عند حذف الواو نضع ضمة على الحرف السابق له. رابع حالة وآخر حالة من بناء الفعل الأمر هي بناء الفعل الأمر على حذف النون. يبنى الفعل الأمر على حذف النون إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. أمثلة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا فعل أمر مبني على حذف النون. اذهبا إلى فرعون. اذهبا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بألف الاثنين. فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فقولي فعل أمر مبني على حذف النون. ثالثا علامات بناء الفعل المضارع. الفعل المضارع دائما معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، وفي حال اتصال الفعل المضارع بنون النسوة يبنى الفعل المضارع على السكون، أما إذا اتصل به نون التوكيد فيبنى الفعل على الفتح. يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة مثل والله لأحكمن بالعدل. أحكمن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ويبنى الفعل المضارع على السكون إذا اتصلت به نون النسوة مثال النساء يطالبن بحقوقهن. يطالبن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. وبكده يبقى أخذنا حالات بناء الفعل سواء كان الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر، ودلوقتي هنبدأ في إعراب الأفعال. واتفقنا أن الفعل المضارع هو الفعل الوحيد المعرب، وحالات إعراب الفعل المضارع يأتي الفعل المضارع إما مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. فيأتي مرفوعا إذا لم يسبقه أي أداة من أدوات النصب أو الجزم، ويأتي منصوبا إذا سبق بأحد حروف النصب وهي أن، لن، كي، حتى، لام التعليل، ويأتي مجزوما إذا سبق بأحد حروف الجزم وهي لم، لن هي، ولام الأمر، أو إذا سبق بأداة من أدوات الشرط إن، من، ما، مهما، متى، وأين. عند إعراب الفعل المضارع نجد أن الفعل المضارع له علامات إعراب أصلية وعلامات إعراب فرعية. علامات الإعراب الأصلية هي الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والسكون في حالة الجزم. أما علامات الإعراب الفرعية
هي ثبوت النون في حالة الرفع وحذف النون في حالة النصب وحذف النون أو حذف حرف العلة في حالة الجزم. الفعل من الأفعال الخمسة يعرب بثبوت النون في الرفع وحذف النون في النصب أو الجزم، أما الفعل المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. ثانياً المبني من الأسماء. الأسماء كلها مبنية إلا الضمائر سواء كانت منفصلة أو متصلة، وأسماء الإشارة مثل هذا، هذه، هؤلاء، ذلك وتلك وأولئك. الأسماء الموصولة الذي، التي، الذين، اللائي، واللاتي، ومن، وما. أسماء الاستفهام من، ما، متى، أين، كيف، وكم. أسماء الشرط مثل متى، أين، ما، مهما، من. وبعض الظروف مثل منذ، حيث، أمس، الآن، إذ، وإذا. هذه الأسماء مبنية، هذه الحالات هي حالات بناء الأسماء، أما باقي الأسماء فهي معربة. معظم الأسماء معربة، ولكن علامات الإعراب في الأسماء تنقسم إلى نوعين، علامات إعراب أصلية وعلامات إعراب فرعية. الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر هي العلامات الأصلية للأسماء. أما العلامات الفرعية للإسم، الألف في رفع المثنى، والواو في رفع جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، الياء في نصب المثنى وجمع المذكر السالم، الألف في حالة نصب الأسماء الخمسة، والكسرة في نصب جمع المؤنث السالم، والياء في جر المثنى وجمع المذكر والأسماء الخمسة. وخلي بالي إن الكسرة هي علامة أصلية في الجر، وإذا جاءت في النصب فهي علامة فرعية. ملاحظات هامة: هذان وهاتان من أسماء الإشارة، ولكنهما معربتان، أي أنهما تعربا إعراب المثنى، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. كذلك اللذان واللتان من الأسماء الموصولة، ولكنهما معربتان، تعربا إعراب المثنى، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. أي سواء كانت اسم شرط أو اسم استفهام فهي معربة. بعض الأسئلة على المبني والمعرب: حول الاسم المبني إلى اسم معرب. هذه الطالبة التي تحترم معلمتها. فين الأسماء المبنية؟ هنا هلاقي هذه اسم مبني والتي اسم مبني. عشان تتحول لأسماء معربة لابد أن أحولها إلى حالة المثنى لكي تكون هذه الأسماء معربة. هاتان الطالبتان اللتان تحترما معلمتهما. هذا رجل كريم. لتحويل الاسم المبني إلى اسم معرب لابد من تحويل الجملة إلى المثنى. هذان رجلان. آخر نوع من أقسام الكلمة هو الحروف. كل الحروف مبنية وليس لها محل من الإعراب، فالحروف لا تحمل معنى بداخلها ولكن يكتمل معناها بما بعدها، ولذلك ليس لها محل من الإعراب. وأمثلة على بعض الحروف التي تم دراستها: حروف العطف، حروف الجر، وحروف نصب الفعل المضارع، وحروف جزم الفعل المضارع، والحروف الناسخة، وحرف الشرط. نقدر نقول إن المعرب والمبني خاص بالاسم والفعل والحرف. الاسم دائما معرب إلا الست حالات اللي اتكلمنا عنها، والفعل كله مبني سواء كان ماضي أو أمر،
والمضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. الفعل المعرف الوحيد هو الفعل المضارع الذي لم يتصل به نون النسوة أو نون التوكيد. أما الحروف كلها مبنية ولا محل لها من الإعراب. وبكده يبقى خلصنا الدرس. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.